بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كل سنة طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. صراحة طلع اللايف دوت علشان أتكلم عن حاجة، عن سحر الكلمة، يعني الكلمة الطيبة اللي بتتقال في العيد، كلمة كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، يا رب عيد بركة، يا رب يخلي البركة في بيتكم، ده للمعايدة العامة. لكن أنا حابة النهاردة صراحة أتكلم عن معنى تاني، انا بس مش عارفه في الصوت اخباره ايه، لو حد يقول لنا الصوت اخباره ايه اكمل على كده لايف ولا ايه، ولا نقرب الصوت شويه. ها الصوت تمام؟ اما اتكلم عن الكلمه الطيبه بقى، يعني المراه بتحتاج ايه؟ لما نزلت بوست قول لها كل سنه وانت طيبه، كل عيد وانت عيدي، طبعا انت شفتوا، يعني شوفوا، خشوا شوفوا كم الكومنتس والناس والاستنكار وقد كده. المراه لا بتحتاج كتير من الدنيا، كلمه بس، كلمه كل سنه وانت طيبه، او كلمه شكرا، او كلمه كتر خيرك. الامر ده في حد ذاته بيبقى نوع من انواع، عارفين كده، طبطبه الخاطر. هو فعلا كده، المرأة تسمع كلمة فقط، اسمعها حلو الكلام تديك عينيها. يعني احنا ما بنقولش يعني هات الذهب والألماس والألماس واعمل وسوي، ولكن خلوه عيد سعيد بجد، خلوه عيد بركة وعيد فرحة. فرحوا أمكم، فرح زوجتك يا ابني. يعني واحدة بتتكلم بتقول لي والله ما شفته، ده نزل عند مش عارف أمه، وبعدين راح فين، كال برة، وبعدين أصحابه فين، وهي إيه يعني الكائن الحيزمون اللي قاعد لوحده ده يعني. لا طبعا ما ينفعش. فأنا بوصيكوا تاني، يعني الحاجات دي ما بتتنساش، اليوم الحلو ما بتتنساش، الكلمة الحلوة ما بتتنساش. فخلوا في كلمة حلوة تتقال، خلوها تسمع كلمة حلوة، خلوا يعني أنا والله مع إني ده سمت، يعني مش بس في العيد، والله ده طول السنة، يعني كلمة شكرا، أو تبقى مستنية بس إنها تشوف في عين زوجها الحب، التقدير، أنت حلوة، إيه الجمال ده، أنت تحفة، ده أنت أمورة، ده أنت جميلة، ده أنت حبيبتي، ده أنت زوج، كل الحاجات الجميلة دي سمعوها لزوجاتكم. احنا في زمن صعب، انا عارفه ان زمن صعب وزمن ابتلاءات، يعني ما بيعديش، كل بيت فيه ابتلاءات وكل بيت عنده المشاكل الخاصه بيه. لكن لو فضلنا عايشين في الغم ما انتش طالع بره بوتقه الغم، لكن عيشوا في فرحه، وده احنا هنصبر عن الابتلاء لحد ما ربنا يرفعه، هنرضى بيه وربنا يرفعه، مالناش غير كده. يعني ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا، فهو امر المؤمن كده. فدي الدنيا، هفضل عايشه بقى في الحزن والنكد واللي حصل واللي سوى وبتاع، ما احناش مطلعين منها. نفرح ونفرح نفسنا ونفرح عشان نعرف نعيش، ماشي، عشان نعرف تكمل الحياة ونعرف نعيش. ما تستخسروش في بعض الكلمة الطيبة يا جماعة، ما تستخسروش في بعض اللفتة الحلوة، وكلمة انت حبيبتي ولا بحبك ولا انت جميلة وانت حلو حلو الكلام ده. المرأة بتحب الكلام ده، بتحب تسمع الكلام ده. فأشبعوا بناتكم وزوجاتكم، والأم برضو كتر خيرها، يعني شكرا يا أمي وتحبوا على راسها، ده شيء طيب برضو. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم تبقى أيامكم كلها عيد يا رب، ويبقى عيدنا الجاي فنصر وعزة وطاعة وبركة. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.